حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الحرف 28، الحوثيون يحيلون صحفيا للتحقيق بعد 3 أعوام من اعتقاله. المماحكات السياسية في لحج تصل إلى الثروة السمكية. وفي أخبارنا المنوعة، نقل نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد خلاف مع زوجة ترامب. أهلا بكم. بعد 3 أعوام في المعتقل وجلسات التعذيب، بدأت ميليشيا الحوثي النظر في قضية أحد الصحفيين المعتقلين لديها، ويعنون موقع الحرف 28. الحوثيون يحيلون صحفيا للتحقيق بعد 3 أعوام من الاختطاف. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي الانقلابية بدأت جلسات التحقيق مع الصحفي عبد الخالق عمران بعد اختطاف دام أكثر من 3 سنوات. وقالت مصادر حقوقية للحرف 28 إن النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بدأت جلسات التحقيق مع عمران، وأن النيابة الجزائية وجهت له تهم نشر أخبار ومعلومات تخدم التحالف العربي إلى جانب إنشائه المركز الإعلامي للثورة اليمنية. وكانت ميليشيات الحوثي قد أحالت مطلع سبتمبر الفائت 10 صحفيين إلى النيابة والتحقيق معهم بتهم ملفقة. وكانت أسر الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون الحوثي طالبت في سبتمبر الماضي بسرعة إطلاق سراحهم، مؤكدين رفضهم لقيام الميليشيا بتقديمهم إلى محاكمة هزلية وغير قانونية. يشار إلى أن ميليشيات الحوثي اختطفت الصحفيين 10 في يونيو من العام 2015 وزجت بهم في سجونها بصنعاء. وطيلة فترة الاختطاف تعرض الصحفيون لشتى أنواع التعذيب. ماذا بقى للديمقراطية من أمل في البلاد العربية؟ يتساءل المفكر العربي برهان غليون في مقاله المنشور بصحيفة العربي الجديد مضيفا: لم تعد هناك لا مواطنة ولا حقوق ولا حريات ولا أفراد مواطنين، وإنما جماعات تتنازع على السيطرة وامتلاك كل شيء، السلطة والثروة والجاه. تحولت الدولة السياسية إلى عصبية أهلية، عصبية نخبة حاكمة أو طائفة أو إثنية، أو إلى أداة لخدمة عصبيات أهلية أخرى في مواجهة المجتمع ككل، وأصبحت تتلاعب بتناقضاته ومصالحه المتباينة وعصبياته المختلفة لكسب مزيد من القوة والنفوذ والمكاسب وضمان التمديد الدائم لسيطرتها وملكها والاستمرار في قهر العصبيات الأخرى. هكذا خلدت الحرب وحل منطق العصبية الأهلية والعشيرة في الدولة بما يعنيه من سيطرة العلاقات الشخصية والولاءات الأهلية والتضامنات المصلحية الخاصة محل منطق القانون الواحد والمساوي بين الجميع، وحل منهج القهر والاستتباع للأفراد والجماعات محل الخضوع الطوعي للقانون الذي كان من المفترض أن يكون مرجعهم في سلوكهم ومعيار أفعالهم بمقدار ما وضعوه بتوافقهم وإرادتهم الحرة، بعكس ما تشيعه أدبيات الثورة المضادة والردة الطائفية والإثنية. لم تحل حرب الإبادة الجسدية والمعنوية والحضارية أيا من المشكلات التي ألهمت الثورة وفجرت تمرد المجتمعات، لكنها فاقمتها وسوف تفاقمها أكثر، فقد دمرت هيكل الدولة التي كانت تتمترس خلفها وتحتمي بها. ولم يعد من الممكن إعادة بناء الدولة اليوم من دون تفكيك السلطة العصبوية التي حكمتها واستعادة الحد الأدنى من إرثها وتقاليدها ومؤسساتها ومنطق القانون والمواطنة والحريات الشخصية. ما سقط خلال المواجهة الدموية الماضية ليس نظام الديمقراطية ومثالها ومبدئها، وإنما حكم العصابة ونظام العصبية الأهلية التي استعمرت الدولة وقوضت مفهومها وقانونها وأجهزت عليها. إذا قامت جماعة الحوثي المسلحة بإجراءات جديدة تعجل بأكبر مجاعة في العاصمة صنعاء، حسب ما قال ملاك مخابز ورجال أعمال، والذي نقل آراءهم موقع يمن مونيتور في مادة بعنوان إجراءات وجبايات حوثية تعجل بأكبر مجاعة في صنعاء لم تعرفها من قبل. وقال 3 من ملاك المخابز في عدة أحياء بصنعاء إن سعر الكيلوغرام من الخبز ارتفع من 240 ريالا إلى 700 ريال، وارتفع سعر الرغيف من 15
عشر ريالا إلى 25، ما يجعل اليمنيين على شفا المجاعة. وقال مالك أحد المخابز في صنعاء الموقع: الجماعة يمرون كل 3 إلى 4 أيام من أجل دفع مبالغ أكثر من 20,000 كمجهود حربي للجماعة المسلحة، بينما تدفع المخابز الكبيرة مئات الآلاف بشكل دوري. وقال رجل أعمال يمن مونيتور: إن جماعة الحوثي تستهدف كل المحلات والشركات ولا تستثني إلا التابعة لها، وفي كل يوم تفرض مسمى جديد للحصول على الأموال، وهذه الأيام تطلب أموالا لإحياء المولد النبوي. وأضاف رجل الأعمال أن الجماعة أغلقت سلسلة من المطارخ الخيرية للحصول على الأموال من التجار الذين يمولونها، ما قد يتسبب بأكبر مجاعة في صنعاء. نشرت صحيفة الأيام ما قالت إنه مقتطفات من تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للمصائد السمكية بلحج، وعنونت الصحيفة في صفحتها الرئيسية: الصراعات السياسية والحروب قضت على ما تبقى من القطاع السمكي الإنتاجي. وقال التقرير إن القطاع السمكي يعد الثاني بعد النفط من خلال رفض الدولة بالعملة الصعبة، ولكنه تعرض للتخريب المتعمد والممنهج منذ فترة طويلة، وتحولت تلك الموارد التي كانت تجبى لصالح الدولة إلى أفراد وشركات وهمية. وأغرب ما يشير إليه التقرير الذي هو الأثر الذي تركته الصراعات والمماحكات السياسية والحروب الأخيرة على ما تبقى من القطاع السمكي الإنتاجي الهام، حيث ظهرت جهات أخرى تمارس العمل بطريقة غير قانونية واستحوذت على الشريط الساحلي ومواقع الإنزال. ويفيد التقرير أن هذه الجهات مارست العمل بمسميات مختلفة دون ترخيص رسمي من القطاع السمكي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. وفادت الأيام أن من نشاط الجهات غير الشرعية التستر على كمية الأسماك المصطادة، والتي يتطلب رفع إحصائياتها بشكل شهري إلى وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن. أحلام السيطرة الإيرانية من الشاه إلى الخميني، تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا: عندما نرى أن الإيرانيين يحرضون على تصدير الثورة ولاية الفقيه خارج حدودهم الغربية من دون أن يذهبوا إلى تصديرها خارج حدودهم الشرقية، فإن ذلك يعطينا انطباعا واضحا بأن المستهدف من تصدير الثورة هم العرب، وأن الهدف من تلك الثورة هو نشر التوترات الطائفية في العالم العربي، ليتسنى لإيران إحداث فوضى طائفية للتمكن من إخضاع دول المنطقة بضرب نسيجها الاجتماعي بأذرع إيران الميليشياوية المسلحة كما هو حاصل في العراق وسوريا واليمن، وتخريب بنيتها السياسية في دول أخرى عن طريق أذرع إيران في تيارات التشيع السياسي كما هو حاصل في أوضح صورة في لبنان. إذا ألقينا نظرة عجلة على أوضاع البلدان التي تعاني من التدخل الإيراني، فسنجد أن هذا التدخل لم يجلب إلى تلك البلدان المدرسة والمستشفى والطريق المعبد والاستثمار في البنية التحتية، بل على العكس، فإن المال الإيراني أصبح داعما للفتن الطائفية والحروب الأهلية وتخريب المنظومات السياسية والاجتماعية، في مؤشر واضح على نية طهران من وراء تصدير الثورة ومفهوم إيران لهذا المصطلح الذي يندرج ضمن سياقات التشيع السياسي للديني. لنقل إن مفهوم إيران لمصطلح تصدير الثورة يأتي في سياقات الأطماع السياسية للخميني للقيم الدينية للحسين الذي استنزفت شخصيته الأدبيات السياسية والأيديولوجية الإيرانية لخدمة أغراضها السياسية داخل إيران وخارجها، وهو الأمر الذي بدأ الإيرانيون أنفسهم يدركون خطورته على بلادهم نفسها، ما جعل مئات آلاف الإيرانيين يخرجون كلما عنت مناسبة في تظاهرات عديدة يحرقون صور الخميني وخامنئي ويهتفون تسقط ولاية الفقيه. يتطلع اليمن لتفعيل دور بنكه المركزي واستغلال الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار لوقف تدهور الريال اليمني وانهيار الاقتصاد المحلي، لكن عوائق تقف أمام فاعلية البنك الذي اشتكى محافظه مؤخرا من محاولة إقحام العمل المصرفي في الخلافات السياسية والحرب الدائرة في هذا البلد الفقير. وعنوان موقع المصدر أونلاين: كيف يوظف الغرب المال للضغط على الحكومة اليمنية؟ يوضح مدير البنك الأهلي الحكومي الدكتور محمد حلبوب أسباب القيود المفروضة على الجهاز المصرفي اليمني، مؤكدا أن الاشتراطات البريطانية الأخيرة تلخصت في مطالبة البنك المركزي بأن يلزم جميع البنوك والصرافين في
اليمن بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضيف نتيجة عدم خضوع كامل الجهاز المصرفي لسلطات البنك المركزي في عدن، خاصة أن أحد البنوك الحكومية في صنعاء يقع تحت سلطة الحوثيين مباشرة، والكثير من الصرافين لا يلتزمون بالمعايير الدولية، فإن كامل الجهاز المصرفي في اليمن يتضرر ويساعد على إعطاء المصارف وبعض الدول العالم العذر لكي تمارس الضغط على البنك المركزي اليمني باعتباره بنك البنوك في اليمن. وأوضح أن تلك الدول تستخدم هذه الثغرات لأهداف سياسية للضغط على الشرعية لتلبية شروط ظاهرها فني وباطنها سياسي. وترفض بريطانيا سحب أي مبالغ من حساب البنك المركزي اليمني بتوقيع الرئيس الحالي للبنك محمد زمام، بسبب أن توقيعات الإيداع والسحب لا تزال باسم مديره السابق محمد بن همام الذي أقيل في عام 2016. عن أحوالنا وأسس المشروع العربي، تحت هذا العنوان كتب عمار ديوب في صحيفة العربي الجديد مضيفا: تقول أحوال عالمنا إن التجارب القومية سقطت ولا شك، والدولة القطرية لم تستطع أن تكون نهاية المآل، ولم تنجز مشروعا لأمة قطرية فانتازية، وحتى حكاية سوريا أولا أو مصر أولا السامجة لم تجني نفعا، بل هي انحدرت بالعرب إلى حدود توزعهم الجغرافي والما قبل هوياتي، طوائف، قبائل، أديان. إذن هناك ضرورة لمشروع جديد للعرب. هذا المشروع تستدعيه أحوالنا، وبدءا من اللعب الإقليمي في الدول العربية وضرورة إسقاط الأنظمة العربية التي أصبحت تستجدي ديمومتها من خلال التبعية الكاملة وتمارس أشد أنواع الدكتاتوريات، والأسوأ أن هذه الدكتاتوريات تلاقي تأييداً من يمين أوروبي وعالمي لا يعترف للشعوب بأية حقوق، وحتى إيران لا تواجه جدياً وتركت لتتحول إلى لاعب أساسي في المنطقة في زمن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وتشدد ترامب يقتصر على عقوبات اقتصادية خطيرة. العالم الآن يحذر من خطورة الشعبوية التي تنتهجها الأنظمة السياسية عالمياً، والتي تضحي بكل المكتسبات التي حققتها الطبقات المفقرة والدولة الطرفية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية وبعدها. ماذا سيفعل العرب إذن؟ وهم يرون السعودية تنسق مع إسرائيل بخصوص إيران وصفقة القرن. ماذا سيفعلون وهم يجدون الإسلام السياسي لا يحسم في قضية العلاقة مع السياسة ولا يتبنون الوضعية في السياسة؟ وحصر الدعوة الدينية في قضايا الدين والإيمان والأخلاق وسؤال الآخرة والله، وكيف يفعلون وهم يتأملون الحوار الليبرالي الفاسد ضد مفاهيم العروبة والاشتراكية ومسألة الطبقات وتمجيدهم الشعبوية التي تنتج أسوأ أشكال الليبرالية بما فيها قتل اليساريين؟ إذن هناك تعقيدات كثيرة أمام تغيير الاتجاه الذي يسير فيه العرب. تتساءل صحيفة ليبراسيون الفرنسية في اليمن: أهي بداية نهاية الحرب؟ وتجيب الصحفية هالة كودماني في تقرير ترجم لقناة بلقيس: بعد 3 سنوات ونصف من الصراع الذي قتل السكان وسبب المجاعات، نشطت الدبلوماسية الدولية أخيرا للضغط على الرياض، فقد توجب أن تعقد محادثات السلام قريبا. تسبب الوجه والجسد الهزيل للطفلة أمل ذات 7 سنوات التي عرضتها صحيفة نيويورك تايمز في صفحتها الأولى بصدمة عالمية، وأعطت هذه اللقطة للفتاة اليمنية التي توفيت بعد أسبوع جراء سوء التغذية صورة غير مسبوقة عن مأساة الحرب. الدول التي ساندت لأكثر من 3 سنوات التحالف العربي بالأسلحة والاستخبارات والدعم الدبلوماسي قامت بزيادة الضغط في الأيام الأخيرة، داعية إلى وقف دعم هذه الحرب القذرة، كما أسماها وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودغيان. وقد يمهد كل من إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب بعد لقائهما في باريس في 11 نوفمبر لفتح نافذة لفرصة لإرساء طريق الحل السياسي للحرب في اليمن. اليوم يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحل موجود على الطاولة، وقد تم تقديمه إلى الدول المشاركة في الصراع، وكان رد الفعل الأول إيجابيا نسبيا، كما يقول غوتيريش الذي يؤمن بالاتفاق الجماعي. ستوافق روسيا والولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة على ضرورة وقف الحرب في الواقع، تبدو احتمالات الخروج من الصراع في اليمن
أكثر وضوحا، لكن وكما تقول الصحفية يجب أن تمتد المفاوضات الجديدة إلى أطراف يمنية أخرى. الانفصاليون الجنوبيون خاصة المدعومون من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يلعبون دورهم في منافسة الرئيس هادي المعترف به دوليا. ماذا لو قرأ الحكام رسائل الموتى؟ تساؤل للكاتب واسين الأعرج في مقال نشرته صحيفة القدس العربي، والذي قال في بدايته إن 100 سنة مضت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، مات الذين خاضوها كلهم من الطرفين المتقاتلين ولم يبق منهم أحد. يضيف: أول حرب يموت فيها الناس بالآلاف في اليوم الواحد، ولم يبق الشيء الكثير منها اليوم إلا بعض الندوب على الأرض التي غزتها النباتات المتوحشة وحقول المقابر على مرمى البصر التي أغلبها بلا أسماء وضحايا حرب خاضوها بوطنيات زائدة قبل أن يكتشفوا وهم على الجبهات أنها لم تكن حربهم لكنها حرب إمبراطوريات كانت تحاول عبثا تأخير ميقات زوالها. تأتي الذكرى المئوية والبشرية تفتح عيونها كل يوم على حروب جديدة أكثر تدميراً ولكن قوائمها منسية. الاحتلال الأمريكي خلف مقتل أكثر من 1,000,000 عراقي في حربه المباشرة، أما حروب الوكالة فالله وحده يعلم عدد القتلى والتسابق على التسلح الذي أصبح خياراً خطيراً وكبيراً. من يتحدث اليوم عن قتلى اليمن أو أفغانستان؟ لا أحد يحاسب الآخر، لأن الحروب التي تدور رحاها هناك لا تقاس بالميزان البشري ولا حتى الحيواني. منطق القوة هو الأعلى في عالمنا كما كان ذلك سابقا. هناك اليوم من الدول التي تملك وحدها ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية 10 مرات. كيفما كان الأمر فقد انتهت الحرب وأصبحت جزءا من التاريخ، وأصبح الذين ابتدعوها أو الذين خاضوها مجرد أسماء وأرقام في سجلات المقابر والحفر الجماعية، ولم تبقى أمامها إلا أسئلة الحيرة. كيف يمكن تفادي الحروب التي ستكون دماراً مضاعفاً؟ ماذا لو قرأ حكام اليوم في أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا رسائل الجنود البسطاء والفلاحين والشعراء الذين قضوا 4 سنوات على الجبهات قبل موت الكثير منهم وهم ينتظرون نهاية المجزرة؟ ربما ظهر لهم كم أن الحرب بشعة، وكم أن قيمة الإنسان تنزل لدرجة التلاشي، وكم أن العزلة قاهرة والبرد قاس والصرامة العسكرية تبرد الأطراف داخل الشكوك والفوضى، حيث يمكن للإنسان أن يقتل بلا سبب أو وشاية انتقامية. ماذا لو قرأ حكام هذا العالم تلك الرسائل؟ ربما استيقظ الإنسان فيهم أو بقاياه، ونام الحيوان الذي لم يترك وراءه إلى الدمار والعظام والحرائق. من أكثر الأخبار انتشارا ما نقلته البي بي سي والتي عنونت: نقل نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد خلاف مع ميلانيا ترامب. وقالت الشبكة إن نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ميرا ريكاردل تركت منصبها بعد خلاف كبير مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن ميرا سوف تغادر البيت الأبيض لتنتقل إلى دور جديد داخل الإدارة الأمريكية، ولم توضح المتحدثة تفاصيل عن هذا الدور. وفي وقت سابق قالت سيدة الولايات المتحدة الأولى إن ميرا لم تعد تستحق شرف الخدمة في البيت الأبيض. وأفادت تقارير بأن خلافا نشب بين ميلانيا وميرا أثناء جولة ميلانيا في أفريقيا في أكتوبر الماضي، ويأتي رحيل ميرا عن منصبها وسط تقارير عن عزم الرئيس دونالد ترامب إجراء تغيير في الجناح الغربي للبيت الأبيض حيث يعمل مساعدوه ومستشاروه. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت تقارير في وسائل إعلام أمريكية بأن خلافا نشب بين ميلانيا وميرا حول ترتيبات الجلوس على الطائرة أثناء رحلة في أفريقيا. الكفاح اليومي للوصول إلى متطلبات العيش الكريمة، الحرية واحدة منها، هو عنوان لمجموعة صورنا لليوم والمأخوذة من صحيفة الجارديان. إلى الصور.
كاريكاتور الذي يختصر رسائل كثيرة وعبارات عديدة عبر رسومات فكاهية في أغلبها، نتابعه معكم في فقراتنا التالية. إلى الكاريكاتور. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.